وفي موقع ميرور كده نشر مقطع لفيديو لمزارع شاب وهو بيستعرض حياته الفظيعه او المذهله، ان هو بيلم مساحات كبيره جدا من الرز بس ثواني قليله جدا. الشاب اللي استخدم الحيله دي، احنا الفيديو اللي هنعرضه تم تصويره في الصين، ظهر الشاب وهو بيستخدم اله لجز الاعشاب ووفر عليه الجهد والوقت بدل من ان هو يستخدم الادوات التقليديه زي ما احنا شايفين مع بعض دلوقتي، واللي بتستغرق وقت طويل جدا لجني المحصول. Thank you.